حضراتكم كلامنا. النادي الاهلي طبعا كالعاده دايما بيبقى له دور مجتمعي كبير جدا ومهم جدا، ودائما ما يقيم فعاليات لذوي الهمم بصفه خاصه. هنشوف مع حضراتكم دلوقتي تقرير عن حفل افطار ذوي الهمم اللي اقيم بفرع النادي الاهلي بالشيخ زايد تحت اشراف اللجنه العليا للجان وبالتعاون مع الاداره التنفيذيه. كان يعني مش عارف اقول لكم ايه الحقيقه، حاجه جميله جدا وحاجه جديده بتؤكد ان كالعاده النادي الاهلي دايما ليه دور مجتمعي في منتهى الاهميه. تعالوا نشوف التقرير اتفضل. طبعا ده تشجيع ليهم. احنا عايز اقول زي ما قلنا من شويه ان احنا ابتدينا 2005 في تفعيل هذا النشاط، كنا سباقين لان يعني برضو ده اليومين دول بالذات تماشيا مع توجهات السيد الرئيس لكل قطاعات الدوله بالاهتمام بذوي الاحتياجات. احنا كنا اوريدي عندنا السبق في الانديه. النهارده احنا اخترنا جهزه فنيه كويسه، اخترنا مشرف عام على هذا القطاع، النتائج بتتحقق. ده النادي الاهلي زي ما حضرتك عارفه احنا كلنا النادي الاهلي عندنا ثقافه الفوز وعندنا ثقافه ان احنا دايما الاوائل في كل قطاع. فعلا النهارده احنا الاوائل وعندنا السبق وعندنا تكريم، ده حاجه شرف للنادي الاهلي ان السيد الرئيس بيكرم لعيبه، بيكرم اجهزه فنيه من عندنا، بيكرم المدير الفني للقطاع كله، محققين بطولات داخل مصر وخارج مصر. فهو ده اللي احنا بننتظره من اي نشاط بيتعمل جوه النادي الاهلي، فما بالك بقى نشاط احنا بنولي له اهتمام خاص، لان دي اولاد احنا فعلا عايزين نحسسهم ان هم ليهم قيمه في المجتمع وقيمه كبيره، ودايما يبقى ليهم تواجد. الاهالي ليهم دور كبير جدا، بيشيلوا عاتق على يعني كبير قوي هم الاهالي في الموضوع ده. فطبعا احنا بنقدم لهم كل الشكر والتقدير، المجهود اللي بيتعمل والاصرار اللي عندهم والتضحيه يعني وراهم في كل حته. فطبعا احنا سعداء من ان احنا عرفنا نختار، عرفنا نعمل نشاط يحقق، عرفنا نرفع الروح المعنويه لهذا القطاع. فالحمد لله ربنا يوفقنا، ودايما كده رب انتصارات ان شاء الله. ده يوم عاملينه للاولاد بعد ما خدوا المركز الاول في بطوله الجمهوريه للسباحه والمركز الاول في لمنطقه القاهره في الكاراتيه. فطبعا انت عارفه ان الحاجات دي بتفرح الاولاد جدا اما بنجيبهم ويحسوا المجهود بتاعهم اللي هم بذلوه في فتره التدريبات دي كلها، ونيجي بقى نكرمهم في نهايه اليوم. فدي حاجه بتفرح الاولاد قوي وبيبقى ليها انعكاسات في التدريب بعد كده عليهم. انا حاجات كتير قوي من ايام الصيد. اول بطوله كانت ليا خالص في نادي الصيد، وبعد كده نادي النصر، وبعد كده الكليه الحربيه، وبعد كده طلع الجيش. حمنا كبعكمي عمو من الشوك الحمد لله، خدت الذهب السباح من كارتيه، رحت سافرت ايطاليا، سافرت أستراليا، سافرت المنسا مصابي، سافرت أوروبيات خاص، دخلت أستراليا، سافرت المنسا، ركبت الرئيس عبد الحسيسي، خد شهادات. أنا الحمد لله خد دولة أول نهري حديد، أشكر محمد فتحي، دول حجمي نهري حديد، الحمد لله كسبت أول بعد عالم جدا، أشكر أمي ويا الحمد لله، بحب إياه الحمد لله، شكرا. أنا اتدلعت بطولة الجمهورية، أنا اتدلعت أول، ثاني اتدلعت أول في السكرتيرية حارس حدود. طبعا النادي الأهلي عمل إنجازات كتير، يعني عمل إنجازات كتير أوي لينا، والحمد لله لسه مكملين المشوار لحد الآن، وبنخش بطولات كتير. واخدين ذهب
وفضة الحمد لله. بنتدرب 3 أيام بالأسبوع الحمد لله. أنا اتبسطت جدا جدا وجبت ميدالية فضة. أنا اسمي عبد الله عصام فتحي وبطل في النادي الأهلي وبطل في الكاراتيه في بطولة جمهورية وفي القاهرة أول جمهورية وأول القاهرة وسباحة. بدوري جمهورية السباحة مدرة العالم الكاراتيه وأنا حكمة المنية وشي وسي وإن شاء الله إن شاء الله البطولة الجاية دي هجيب فيها الذهب وكلنا نفرح راسنا كلنا إن شاء الله. والله هي يعني أولادنا الحمد لله هم اللي بيساعدونا على إننا احنا نستمر معهم في أي رياضة هم بيحبوها، ففعلا هو اللي بيشجعنا على إننا ننزل ونروح ونيجي. كل ما بيطلع ميدالية ذهب يقول لي أنا عايز أروح البطولة التانية عشان أجيب ميداليات كتير، فما شاء الله هو عنده أقول لك أكتر من 200 ميدالية، والحمد لله يعني هو اللي بيشجعني كمان على النزول وهو اللي هو اللي بيدينا الدفعة علشان نستمر. يعني دور مجتمعي محترم جدا حقيقي مقدم من او يعني دايما بيكون النادي الاهلي حريص ان هو يهتم بجميع الفئات. احنا بنتكلم هنا ان دي مش اول فعاليه يا كريم، يمكن احنا عرضنا في 10 الصبح في الاهلي فعاليات كتيره جدا تمت علشان اصحاب الهمم، ويمكن احنا هنا في 10 الصبح في الاهلي كمان بنكون حريصين على استضافه يعني النماذج الناجحه والابطال اللي احنا بنتعلم منهم من اصحاب الهمم اللي بيحققوا يعني على ارض الواقع حاجات كتيره جدا، ناس اسوياء لو هنتكلم بدنيا ما بيقدروش ان هم يحققوها. ف نماذج رائعة وكمان تسليط الضوء عليهم أعتقد شيء إنساني جدا، وكان زي ما حضراتكم شايفين حضور كبير وكان أعضاء من مجلس الإدارة كمان موجودين، فده إن دل على شيء يدل على الاهتمام الشديد يعني من قبل النادي بهذه الفئة. يعني الفئة دي لما بنقول عليهم كلمة أبطال فما فيهاش ذرة مبالغة بأي حال من الأحوال، لأن هم فعلا أبطال بالمعنى الحرفي للكلمة وبيتحدوا حاجات كتير قوي الحقيقة. يعني الواحد فينا متهيأليش انه ممكن يعني يعرف يستوعب مش بس يتحدى ربعها للأمانة، يعني فئة ربنا يسعد قلبهم دايما يا رب ان شاء الله. امين يا رب.